محمد حاله كما حال الكثيرين الذين هجروا قسرا من بلادهم إلى منطقة الشمال السوري، حيث تم تهجيره مع باقي العوائل من منطقة القلمون بريف دمشق، لكنه لم ييأس ولم يدخل الإحباط قلبه، إنما أعاد إحياء مهنة والده واستغل معرفته وحبه لها وبدأ عمله محاولا تأمين لقمة عيش كريمة له ولعائلته، حيث قام بافتتاح براكية كمشتل صغير بأحد أحياء مدينة إدلب، يتسوق الزهور من عدة مشاتل في أرياف إدلب ويعمل على تنسيقها ضمن أحواض وأقفاص جديدة ويهتم بها لتكبر وتنمو ومن ثم يبيعها. كاميرا الفرات حاولت أن تنقل لكم الواقع الذي يعيشه معظم المهجرين من خلال نقل صورة نشاط محمد في إدلب. محمد من قلمون، عمر 27 سنة، صار لي من 2017 بإدلب مهجر. هيدي والله المصلحة أخذها عن الوالد الله يطول بعمره من قبل الأحداث، وهي تاني سنة بشتغل فيها بإدلب، ومصلحة خفيفة نظيفة وحلوة شوفت عينك يعني، وما معي مصلحة غيرها يعني، فاشتغلتها هون إدلب. تقريبا بطلع بنقي بضاعتي من أغلب مشاتل إدلب وريفها. بيجيني فرضا وصاني زبون فرضا هاي الشتله، بدي نقلها على قص اكبر على حوض اكبر، بنقول له اياها. بشتغل بالصبار بالصالونيات بالصيفي، مدتها 4-5 شهور يعني هالمصلحه، ما هو مصلحه دائمه يعني تعتبر، وان شاء الله بالايام الجايه يعني المشروع لاكبر ان شاء الله، نخطط لمشتل ان شاء الله، مشتل ضخم اذا الله راد. اكثر الانواع المطلوبه هلا الشيء الصيفي يعني مثل كم السمكه، السديج، الحبق، الريحان، يعني هاي الشغلات اكثر شيء مطلوبه، الورد الجوري، النفنوف، الصبار، هذه أكثر شغلات مطلوبة هلا. عندك هون تم السمكة في بليرة ونص، في بليرتين ونص، في بخمس ليرات. السديج في بليرة، في بليرتين، في بثلاثة. كل نوع أغلب الأنواع يعني في منها سعرين ثلاثة، حسب الحجم، حسب النوع. عندك هيك شيء صالوني 100 ليرة. تعتبر الورد الجوري ب 20 ليرة، النفنوف 10 ليرات. صبار من 10 ل 40 ليرة. يعني أسعار إن شاء الله تقريباً مثل سعر المشاتل. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.